أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه صدق الله العظيم.